وجعاني على طول باستمرار، يعني اصحى من النوم الاقيها وجعاني، لو قعدت شويه الاقي شويه رز او حاجه برضو الاقيها وجعاني. مكان الوجع فين يا مصطفى؟ يعني بحس برضو بالم في ظهري جامد من تحت، من هنا من تحت خالص يعني، وهي رقبتي دي مشكله، وانا عندي لمبه يعني كنت بعمل علاج طبيعي وعندي لمبه، هي يعني ممكن اللمبه دي تفيدني او كده يعني، بس انا ما عنديش الم في دراعاتي يعني مش واجعني او ايديا ولا بتنمل ولا حاجه. هو طيب الدكتور بيسالك مكان الوجع في الرقبه فين؟ ورا، من ورا رقبتي كلها من ورا. تمام. بيزيد برضه بحس بالم في ظهري من تحت. بيزيد مع وضع معين ولا لا؟ نعم بيزيد الوجع ده مع وضع معين؟ بيزيد لو وطيت شويه. بيزيد لو وطيت شويه الوجع اللي في الرقبه ولا الالم اللي في الظهر؟ لا اللي في الرقبه، اللي في ظهري ده على طول كده، مع وبالذات اما اكون صاحيه من النوم. يا دكتور هو ممكن لو انا مثلا نايمه على مكان النوم بتاعي ده مش مظبوط ممكن هو يوجعني رقبتي؟ لو المخده ارتفاعها زياده عن اللازم او قليل ده اكيد هيسمع في رقبتك او هيعمل لك مشكله في رقبتك. طب انا يعني افضل لي انام على مخده عاليه او واطيه؟ لا الافضل ان انا انام على مخده مريحاني، المخده تبقى داخله ما بين الرقبه وما بين الكتف طول الوقت وانا نايم، بحيث تبقى كمان شايله وزن الراس كويس ووزن الرقبه من غير ما تحط ضغط على الغضاريف بتاعه الرقبه خالص. يعني تكون مثلا عاليه ولا واطيه؟ لا يكون حجمها وسط، يكون حجمها وسط بحيث تشيل وزن الراس والرقبه من غير ما تزود الوجع بتاعها. ماشي يا دكتور.